تم تأسيس أول شرطة مجتمعية مع اللواء بصبوص، والآن في خطة لعدة مراكز للشرطة المجتمعية عندها مسودة أو عندها دليل للتعامل مع الناس وكيفية حفظ الأمن وكيفية متابعتهم وكيفية يعني استقبالهم، والسرعة بالنشرة اللي ممكن تاخذ ساعات هلأ عم تتمكنن بحيث أنه يكون خلال دقائق النشرة طالعة عن أي شخص بفوت على المغفر لأي سبب من الأسباب.